إذا درس اليوم هو السرعة المتوسطة. إذا سوف نبدأ بتمرينين، سوف نشتغل على التمرين الأول والتمرين الثاني. إذا أوقف الفيديو وسوف نقرأ هذين التمرينين. إذا تسير شاحنة بسرعة 60 كيلومتر في الساعة وقطعت مسافة 150 كيلومتر، ما هي المدة التي استغرقتها هذه الشاحنة؟ التمرين الثاني، استغرقت سيارة 3 ساعات لقطع مسافة بين بلدتين بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، ما هي المسافة المقطوعة؟ إذا في التمرين الأول ما هي المدة المستغرقة، وفي السؤال في التمرين الثاني ما هي المسافة المقطوعة؟ إذا سوف نشتغل على كل تمرين على وحده على حدة. إذا التمرين الأول نعيد القراءة مرة أخرى ونفسر ونشرح المعلومات المعطاة في هذا التمرين. إذا تسير شاحنة بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، إذا هذه سرعة متوسطة تكون بالمسافة قسمة مدة، وهذه المدة تكون إما ساعة أو دقيقة أو ثانية واحدة أو ساعة واحدة أو دقيقة واحدة. إذا ما معناها؟ أن هذه الشاحنة كل ساعة تقطع 60 كيلومتر، يعني في ساعتين تقطع في الساعة الأولى 60 كيلومتر وفي الساعة الثانية 60 كيلومتر، إذا تكون قد قطعت 120 كيلومتر في ساعتين. وفي 3 ساعات نفس الطريقة، الساعة الأولى 60 كيلومتر والساعة الثانية 60 كيلومتر والساعة الثالثة 60 كيلومتر، ولكن هذه الشاحنة قطعت مسافة 150 كيلومتر. إذا نحن نريد أن نعرف ما هي المدة التي استغرقتها هذه الشاحنة. إذا للإجابة عن هذا التمرين، السرعة المتوسطة المعطاة في التمرين هي هذه، بعدها المسافة، إذا هذه المعطيات التي استخرجناها من المسألة، نضعها جانبا وبعد ذلك نضع جدول في المسافة بالكيلومتر لأنها ذكرت بالكيلومتر، والمدة بالساعات لأن ذكرت مدة واحدة في هذه المسألة وهي الساعات، ونضعها في الأسفل. إذن هذا السطر الأعلى يمثل المسافة بالكيلومتر، والسطر الذي في الأسفل يمثل المدة بالساعات. إذن نضع هذه المعلومات في الجدول. إذن 60 كيلومتر في كم من ساعة؟ في ساعة واحدة. إذن نكتب هنا ساعة واحدة، إذن 60 كيلومتر في الساعة هي 60 كيلومتر في واحد ساعة. بعدها نضع المسافة 150 كيلومتر، إذن السطر الأول كما قلنا يمثل المسافة، إذن نضعه في السطر الأعلى. بعد ذلك حتى عن ما هي المدة التي استغرقتها هذه الشاحنة لقطع مسافة 150 كيلومتر. إذن للإجابة عن هذا السؤال، المدة التي استغرقتها الشاحنة، إذن نستعمل التناسبية. إذن نضرب 150 في 1 ونضعها بين قوسين، ثم نقسمها على 60، العدد الذي لا يقابله 60، إذن مثل علامة في علامة الضرب. إذن نضرب العددين المتقابلين بالخط، والعدد الذي ليس له مقابل نقسم عليه، فنحصل على 150 في 1 تساوي 150 قسم 60 قسم 60، ونحصل على 2.5. إذن 2.5 إذا كتبناه هنا فهي سوف تكون بالساعات، إذن كما تلاحظون إذن هي بالساعات. إذن نكتب هنا ساعة. نمر إلى التمرين التالي، استغرقت سيارة 3 ساعات لقطع مسافة بين بلدتين، إذن هنا فهي مدة، بسرعة 65 كيلومتر في الساعة، إذن هذه سرعة متوسطة، والسرعة المتوسطة هي معلومة وبداخلها توجد معلومتين، المعلومة الأولى 65 كيلومتر فهي مسافة، وهنا ساعة واحدة فهي مدة.
إذن ما هي المسافة المقطوعة؟ إذن نستعمل نفس الجدول، المعطيات نستخرجها ونضعها جانبا لأننا سوف نعمل بها. إذن الجدول نفس الجدول في السرعة المتوسطة، دائما استعملوا هذا الجدول في جميع الحالات. المسافة ب، ولكن هنا الكيلومتر، في بعض التمارين قد نجد المتر، قد نجد السنتيمتر، وهنا في المدة هنا بالساعات لأنها ذكرت بالساعات، قد نجد بالدقائق وقد نجد بالثواني. إذن سوف نضع المعلومات في الجدول. 65 كيلومتر نضعها في المسافة، وساعة واحدة كما تلاحظون، ساعة واحدة نكتب واحد ساعدا، 65 كيلومتر يقابلها ساعة واحدة، نقطعها في ساعة واحدة. إذن لدينا ثلاث ساعات كما تلاحظون في المعطى في المسألة في الأعلى. إذن نضعها في السطر الثاني الذي يمثل الساعات، وبعد ذلك نستعمل نجيب عن السؤال ما هي المسافة المقطوعة. المسافة المقطوعة هي، ونستعمل كما قلنا نضع خط يربط بين هذين العددين المتقابلين في بالنسبة للخانات. إذا نضربهما ونقسم على العدد الذي ليس له مقابل، إذا تساوي 65 في 3 قسمة 1. 65 في 3 ننجز العملية فنجد 195، قسمة 1 تساوي 195. إذا 195 سوف نكتبها في هذه الخانة. إذا كتبناها في هذه الخانة، فالوحدة هي الكيلومتر كما تلاحظون. إذا كتبناها ووضعنا لها الكيلومتر. إذا في 3 ساعات سوف تقطع هذه السيارة 195 كيلومتر. إذا هذه أمثلة بسيطة حتى نتمكن من فهم السرعة المتوسطة. نمر إلى التمرين الثالث. يقطع راجل مسافة 5 كيلومترات في الساعة. إذن هذه ماذا تمثل؟ إذن هذه تمثل سرعة متوسطة، ولكن ذكرت على شكل جملة، لم نستعمل ساعة برمز آش كيلومتر في الساعة. إذن هنا يجب أن نلاحظ جيدا، إذن يقطع راجل مسافة 5 كيلومترات في الساعة، يعني هذا الشخص الذي يمشي على رجلين في كل ساعة يقطع 5 كيلومترات. السؤال ما هي المسافة التي يقطعها خلال ساعتان، 3 ساعات، 4 ساعات و30 دقيقة؟ إذا كما قمنا في التمارين السابقين، إذا المعطيات نضعها نستخرجها. إذا المسافة بالكيلومتر، المدة هي 2 ساعتان، 3 ساعات، 4 ساعات و30 دقيقة. ولا ننسى هنا في الساعة، سوف نتذكرها عند الإجابة ونذكرها. إذا المسافة بالكيلومتر والمدة بالساعات. إذا نضع 5 كيلومترات هي المسافة في، ولكن ساعة كما قلنا ساعة واحدة، إذا نكتب هنا 1. بعد ذلك ساعتان، إذن عند وضع 2 هنا ساعتان، إذن في سطر المدة بالساعات. إذن نفس الشيء نضع الجواب، المسافة التي يقطعها خلال ساعتان هي، إذن نضرب 2 في 5 ونضعها بين قوسين، وبعد ذلك نقسم على 1. إذن 2 في 5 تساوي 10، قسمة 1 تساوي 10، وعند كتابتها هنا إذن سوف تكون بالكيلومتر. إذن ونضع الوحدة بالكيلومتر. إذن نمر إلى 3 ساعات، نفس الشيء، 5 كيلومترات في الساعة. إذن نضع 3 ساعات هنا، إذن المسافة التي يقطعها خلال 3 ساعات، وبنفس الطريقة نضع 3 في 5. ويمكن أن نضع، أن نقول عوض هذه الكتابة، أن نقول 5 قسمة 1، 5 قسمة 1 مضروبة في 3، فهو جواب كذلك صحيح. إذن نحصل على 15 قسمة 1 تساوي 15، وعند كتابتها سوف نكتب الوحدة بالكيلومتر.
إذا نكتب الكيلومتر. نمر إلى الآن 4 ساعات و30 دقيقة، إذا 4 ساعات. وهنا كما تلاحظون فإني قد قمت بتغيير المدة من الساعات إلى الدقائق. لماذا؟ دائما عند وجود وحدتين مختلفتين يجب العمل أو استعمال الوحدة الأصغر، إذا الساعات أم الدقائق؟ فالساعات هي الأصغر، إذا نستعمل الدقائق هي الأصغر، إذا نكتب الدقائق عوض الساعات. مفهوم؟ إذا 4 ساعات و30 دقيقة. إذا نضرب 4، لأن كل ساعة فيها 60 دقيقة. إذا نضرب ساعة في ستون ويصبح العدد بعوض الساعات يصبح بالدقائق، وثلاثون دقيقة يعني زائد 30 دقيقة. 4 في 60 إذا هي 240 دقيقة زائد 30 دقيقة، نحصل على 270 دقيقة. إذا نكتب 270 دقيقة عوض 4 ساعات و30 دقيقة. دائما نستعمل وحدة واحدة في الجدول، لا نستعمل وحدتين مختلفتين. إذا وهنا المطلوب هو المسافة التي سوف نقطعها خلال 270 دقيقة، التي هي 4 ساعات و30 دقيقة. إذا كما ذكر في بداية المسألة 5 ساعات في الساعة. إذا عوض أن نكتب ساعة، نعرف أننا استعملنا الدقيقة والساعة تساوي 60 دقيقة. هذا هو الإشكال الذي يجب أن ننتبه إليه جيدا. الساعة عوض أن نكتب 1 ساعة يجب أن نكتب 60 دقيقة، وسوف نجيب عليه بكل سهولة. إذا نضرب 270 في 5 ونقسم على 60، وكما قلنا يمكن أن نقسم 60 على 5 وبعدها نقسم 5 على 60 وبعدها نضرب في 270. وأفضل طريقة هي هذه التي ذكرت لكم. إذا نضرب هذين العددين المتقابلين بالخط، والعدد الذي لا يوجد له مقابل فإننا نقسم عليه. إذا 270 في 5 قسمة 50 تساوي عند إنجاز العملية نحصل على 1350 قسمة 60، وعند إنجاز العملية نحصل على 22.5. وعند كتابة هنا 22.5 سوف تكون الوحدة كما هي مذكور هنا بالكيلومتر. إذا نضع الكيلومتر. إذا يجب الانتباه جيدا إلى هذا خصوصا هذه وجود وحدتين مختلفتين، دائما أن نستعمل الوحدة الأصغر في الجدول والقيام بالتحويلات اللازمة. إذا هذه بعض نماذج التمارين التي يمكنكم الاستئناس بها للاستفادة أكثر فأكثر. إذا هذا التمرين الأول، بعده هذا التمرين الثاني. إذا أوقفوا الفيديو وقوموا بإنجاز هذه التمارين كلها بنفس الطريقة. إذا التمرين الآخر، ونشكركم على رحبكم وسعة صدركم، والسلام عليكم.